عالم الديجيتال الجزء الثاني أصدقائنا. سنستكمل الحلقة السابقة أصدقائنا، نذهب إلى إبلاغ قائدنا بما حصل معنا في مدينة ديسك دومين. ابتسالنا، كيف مهمات الفيديو دومين ديسك دومين قوي؟ كيف الأمور زاهبة؟ قلنا أكيد الأمور صعبة، يجب أن ننهي المرحلتين مع بعض أصدقائنا، بعدها نجي نبلغ القائد. انهينا مرحلة، ذلك القائد لم يهتم كثيرا. حسنا، نذهب الآن لليسار. حسنا، إلى الميكانيكا أصدقائي، يقوم بتطوير الماكينة أو المركب. ما هو موجود هنا؟ سنتحدث مع القائد هنا الزعيم، يخبرنا عن السفينة، عن الاتش بي والاي بي، عن الوقود وقوة احتمالها. حسنا اصدقائي، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى تصل لكم جميع الحلقات الجديدة اول باول، ولا تنسوا اللايكات والكومنتات والقلوب الصفراء ودعم المستمر للقناة حتى نستمر في نشر حلقات جديدة اول باول. حسنا 100 و100 فقط. حسنا نقوم بتحديث الآن، أي قبل التحديث سأقوم بشراء القطع اللازمة من أجل التحديث. أوكي، أنا أستطيع عمل أبجريد، ولكن قبل ذلك سأتحدث مع صاحب القطع، قطع الغيار. حسنا نشتري بعض القطع. وولف إنجن 800 ما هو معنا؟ الليون 1200، حسنا مش مهتم كتير. الوقود اللي هو 100 فقط. اوكي حسنا 4، ما هو 4 ديجيمونات، 8 ايتمز. ميسل جان، حسنا لسه مش محتاجين هذا القطع حاليا. اوكي نذهب للاخر، الشخص الاخر، نرى ماذا يبيع صاحب الاسلحة الذخيرة. اوكي حسنا ليس شيء مهم ايضا. حسنا نتحدث مع هذا الشخص هنا، الميكانيكي الخاص بالسفينة أصدقائنا، نختار الأبجريد التحديث تاعها. الولف إنجن نبقي 800، حسنا نحدث قليلا، أصبح 900 ألف، صار 1100. حسنا ناش هذا كبير، الوقود يصير أكثر، صار 500. قمنا بالتحديث لغاية ما أصبح 500 لدينا. حسنا قمنا بالتحديث الآن، أصبح وضعها في الوقود أفضل 5 أضعاف. حسنا بدي أمسك ديجيمون هو مثل هديل، أعتقد أنه فاكسين لو ديجيمون لقاح. حسنا إذا كي نستطيع إمساكه نحتاج إلى الكثير من الفاكسين هنا. نشتري هنا اللي هو سيتي بلاير اعتقد. هو 250، ليس لدي اي اموال. لقد شرينا كل تلك القطع. حسنا ليس لدي اي مال، احتاج المزيد من المال. حسنا ساقوم بتدريب رعد قليلا في منطقة، الفيديو دومين، من أجل الحصول على بعض الأموال وبعض نقاط الخبرة أيضا، أو حتى لحظة قبل الذهاب إلى هناك. حسنا بدي أشوف حتى هديك هديل بيردمون، بدي إياه SCSI حضرا من أجل إمساكها. حسنا هذا فاكسين، يعني هذا راح المشكلة معيش. حسنا نحاول هزيمته أصدقاء بضربة واحدة الآن، نستطيع هزيمتهم لأن نحن مستوى السابع. ها ورعب يهجم نفس الحال، 32 نقطة، طبعا يقضي عليهم بضربة واحدة الآن. حسنا ننتصر بعض أصدقائي، نكتسب بعض نقاط الخبرة وبعض الأموال أيضا، 60 من الأموال وثلاث نقاط خبرة. حسنا بدي اشوف هديل قديش نوعها فاكسين، بس بدي اتاكد منها.
هاي ماكسين بايامون بايامونز. اوكي حسنا سأقتلها مرة أخرى. الكثير من الأموال، المشكلة حتى نستطيع شراء القطع اللازمة لنا من أجل مساكن. سأحتاج إلى تجمونات أستطيع أخذ القوة الآن، سنحتاج طبعا نستطيع القضاء عليها. سنكتسب بعض الأموال بعض نقاط الخبرة. حسنا ننزل. حسنا ضد الغول الثلجي نقوم بالقضاء عليه بضربة واحدة أيضا، نحصل على الأموال أيضا ونقاط الخبرة الآن. النفس الحار مرة أخرى من الرعب، 45 نقطة. طبعا تم القضاء عليه بضربة واحدة الغول الثلجي. اكتسب بعض نقاط الخبرة، أعتقد 4 نقاط 40 من الأموال. حسنا حسنا أحتاج الكثير من الأموال من أجل الحصول على العناصر أو مساكن. جابامون إنه من نوع الداتا. حسنا لا ينفع معنا، لازم باكسين. حسنا على الأقل سأقوم بالقضاء عليه بضربة واحدة الآن. نفس الحال مرة أخرى من راد على جابامون، 33 نقطة. تم القضاء عليه بضربة واحدة. حسنا نرى ماذا يوجد داخل الصندوق. نكتسب كم نقطة؟ نقطة 4 نقاط خبرة و50 من الأموال. صليت كثيرا. سأستخدم الأوتو بايلوت. حسنا بما تأكدنا أنها فاكسين نوعها، هذه الأصدقاء التي يريد الإمساك بها، لكن أحتاج إلى الكثير من نقاط الخبرة والكثير من الأموال من أجل رفع المستوى، من أجل القضاء على وحوش الفيديو جيمين. سنخرج ثانية. ماذا بالعالم الفيديو دومين؟ نرى من هي الديجمونات التي به أصدقاء. سنختار الفيديو دومين هذه المنطقة. بايامون أيضا موجود هنا. حسنا السبب التقدم. يوجد بايامون أخرى هنا. حسنا حسنا قم بالقضاء عليها. بايامون أصدقائي أو هدية. استخدم هجمة النفس الحار من بعض. 39 نقطة ضررها وتمت هزيمة هذه الأصدقاء. نكتسب 3 نقاط خبرة، 30 أعتقد من النقود. أوكي حسنا نحاول رفع مستوى رعد قليلا. نحتاج الكثير من الأموال من أجل إمساك هذه. حسنا نخرج. هذول ديجيمونين إذا نقوم بمحاولة القضاء عليهم نجد مزيد من نقاط الخبرة. تنتامون تابريمون. حسنا اختار وضعية القتال، نختار أيضا هجوم النفس الحار. ها هي هجمة النفس الحار من رعب، 26 نقطة. هذا لم يمت بهذه ضربة واحدة فقط. كل ما أشوفه في 7 نقاط يتأثر بعض. تنتامون هجوم الصدمة الخارقة 8 نقاط. اوكي حسنا تأثر كثيرا. نهجم مرة أخرى أصدقائي. وضعية القتال لا يوجد لدينا أي هجوم غير النفس الحار. حسنا نهجم مرة أخرى على تابريمون. ها هو النفس الحار مرة أخرى، 26 نقطة. تمت هزيمته أصدقائي.
حسنا الصدمة الخارقة الآن في التمون. أوكي تمون نقاط 7. حسنا نهجم مرة أخرى. بداية المعركة والنفس الحار مرة أخرى أصدقائي. ثلاثين نقطة. أوه تمت القضاء عليه بضربة واحدة فقط. حسنا 12 نقطة خبرة و180 من الأموال. حسنا هذا جيد بما أننا حصلنا على الكثير من المال. نحاول القضاء على المزيد منهم. حسنا أفتح هذا الصندوق. حصلنا على حزمة وقود. حسنا نحن لسنا ما زلنا في الطابق الثاني. حسنا نستمر في التقدم أصدقاء. لدينا كثير من الوقود. دوي أجمون أيضا من نوع الفاكسين. حسنا نحاول الحصول على الكثير من الأموال. نهجم على دوي أجمون من أجل نقاط الخبرة ومن أجل الأموال أيضا. نهجم دوي فليم نوبة النار. حسنا 9 نقاط. اوه هجمة قوية تويو. حسنا نهجم نفس الحار من بيبر فليت. 25 نقطة. اوه ما زال صامدا رغم تلقي هجمة قوية. حسنا نهجم مرة أخرى. نفس الحار مرة أخرى أصدقائي. 25 نقطة. سبع نقاط خبرة. إنه قوي تويو. حسنا سأحاول إمساكه أيضا. حسنا ننزل الأسفل الآن. هذا إلى اليسار. ولا حسنا سنضطر لمقاتلة هذول الديجيمونين مرة أخرى. تنتمون وتبريمون. اوكي حسنا سأختار اعطاء الاوامر. معركة النفس الحار على تنتمون. ها هو الهجوم النفس الحار من اجمون اصدقائي. 32 تم القضاء على تنتمون بضربة واحدة. حلم الماشي لوكن. 7 نقاط تتأثر بعد. سنهجم مرة اخرى من بعد. نفس الحار جابريمون. 26 نقطة. مازال صامدا بالتأكيد. حسنا يهجم مرة أخرى. الحلم الماشي مرة أخرى. 7 نقاط تتأثر بعد. حسنا نهجم مرة أخرى من بعد. حسنا 7 مرات. 7 نقاط مرة أخرى. نفس الحار مرة أخرى من بعد. 26 نقطة. حسنا فلنرى كم نقطة. حسنا 12. ارتفع مستوى للمستوى الثامن بعد. فاضي هذا الصندوق. حسنا يوجد صندوق ثاني. ايوه تويو جمون مرة أخرى. حسنا هجم تويو جمون. جمون وحيد هذه المرة. حسنا نهجم أيضا نفس الحار. بيبي 25 نقطة تأثر تويو جمون. توي فليم من أوكي تويو جمون. نوبة النار. حسنا 8 نقاط. أصبح أقصى القوة الآن دفاعه. كان 9 يتأثر. حسنا نهجم مرة أخرى. نفس الحار مرة أخرى مرة 25 مرة أخرى يتأثر منها تويو جيمون. تم القضاء على تويو جيمون. سبع نقاط خبرة و100 من النقود. مشكلة للأسف نحتاج للكثير من النقود من أجل مساكة الجمعات التي أريدها. حسنا نستمر في التقدم أصدقائي. نذهب إلى الطابق الثالث. شوف مين أقوى الديجيمونات في هذا الطابق. حسنا من هذا الديجيمون
تيمون مرة أخرى تبرمون. أوكي نقوم بهزمتهم مرة أخرى. إعطاء الأمام نهجم مرة أخرى. نفس الحار مثلا وبقضاء تيمون لأنه ضعف 33 نقطة يتأثر ويفقد وعيه. حسنا نهجم على تبرمون ماشي الوقت نقاط أصبحت أكثر ضعفا بسبب ارتفاع مستوانا للمستوى الثاني. إذا نهجم نفس الحار مرة أخرى. إذا نهجم مرة أخرى سفاري. حلم الماجد وكريم دريم 6 نقاط مرة أخرى. حسنا نهجم مرة أخرى زفاري نفس الحار. حسنا تم القضاء عليهم بنجاح. الزخان نكتسب بعض النقاط الخبرة وبعض العناصر وبعض الأموال. حسنا 12 نقطة خبرة 180 من الأموال. حسنا نبحث عن المزيد من الديجمونات. حسنا نرى من هم وهم الطابق الثالث. استطعنا الوصول أيضا للطابق الرابع سيكون ذلك أفضل. حسنا كهرباء. ما هذا؟ حسنا سنضطر مواجهة الأصدقاء مرة أخرى. تنتمون التبريمون. حسنا نعطي الأوامر. هجوم النفس الحار مرة أخرى. تنتمون تابرمون كل من ماشي وكل دريم. نهجم مرة أخرى نفس الحال. تم القضاء على تنتمون بنجاح. لا تنتمون ما زال لديه كمان أيضا هجمة أخرى. دريم مرة أخرى كل من ماشي 6 نقاط مرة أخرى. مرة أخرى نفس الحار. سنتم القضاء عليه بنجاح. حسنا نكتسب 12 نقطة خبرة و 180 من الأموال. سنضطر لمواجهة الآخرين أعتقد. مرة أخرى تنتمون تابرمون. نهجم مرة أخرى نفس الحار. تأثر تنتمون 33 نقطة. تم القضاء على تنتمون. تابرمون يهجم ووفن دريم 6 نقاط. تأثر الرعد الصغير أصدقائي. نهجم مرة أخرى تابرمون نفس الحار. ما زال صامدا طبعا تابريمون. تابريمون يهجم من ماشي الوكي دريم 6 نقاط مرة أخرى. حسنا نهجم مرة أخرى أصدقائي. نقوم بالقضاء على تابريمون. نستخدم نفس الحار مرة أخرى. تم القضاء على تابريمون بنجاح. نكتسب 12 نقطة خبرة 180 من الأموال. نذهب للطابق الذي يلي هذا الطابق الثاني. نقول احنا في الطابق الثالث. مثلا نذهب للطابق الرابع الان. نذهب ايضا للطابق لحظة قبل ان نذهب للخامس. نفحص الطابق هذا. مثلا لا يوجد بعض الصفحات. اوكي انا هيك 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 هيك
نصعد للأعلى نبحث قليلا إذا يوجد هجمات يوجد صناديق. لا يوجد أي شيء، فقط متصلين بهذا الطريق. مثلا نبحث عن أي شيء آخر. مثلا يوجد صندوق نفتح الصندوق اتش بي ديسك. أوكي حسنا، بما أنه يوجد اتش بي ديسك نستخدم الاتش بي ديسك لدينا. نحصل على اتش بي ديسك بسبب أنه لدينا العدة ملانة. حسنا نرى هل الطريق مغلق أو يوجد طريق آخر. حسنا نذهب للطرف الذي يليه. هذا هو الطابق الخامس. أوه الطابق الأخير. مستحيل هذا لن اقتلهم. حسنا اختار اوتو بايلوت. مستحيل نمسكهم يعني نهزمهم. هنا ليس لدي الكثير من الاتش بي او الام بي ديسك ايضا. حتى تيجي من واحد اعتقد انه نستطيع هزيمتهم. حتى لو هزمناهم سيكون بصعوبة يعني. افضل اريد امساك بعض الديجيمونات قبل ان اقضى عليهم. حسنا نذهب للجولد هول. نذهب إلى القاعدة الزبائن نشتري بعض الفاكسين أيضا. نجد مساك بعض الجبنات. نريد نمسك بعض الجبنات الزبائن. نختار باي. نختار السي دي بلاير أصدقائي. حسنا نختار السي دي بلاير. نشتري كم سي دي بلاير؟ أربعة. أوكي نشتري خمسة. نشتري واحد. نختار ترانسفير من هنا في الايتمز. نشيل كل هذول المعنى. نختار السيرفر الان. نختار السيرفر كلها. ريست ووتش اتش بي ار بي دي مثلا. حسنا نعود الان ثانية مرة اخرى من اجل امساك هدية. بدي احاول امسك هدير. بدي احاول امسك ايضا تويوغيمون. حسنا نكلم كارول لما نروح للعالم الرقمي الخاص بنا. نريد الرحيل من هناك. نختار الفيديو دومين. اوكي مرة اخرى. يوجد فيها اتش بي ديسك. حسنا نبحث عن هذه لأنها موجودة في الطابق الأول هنا. حسنا نحاول إعطاء سي دي بلاير. حسنا ظهر كبير قلب حتى لا وسط. نجرب كمان سي دي بلاير. أوكي كبر معه قلب كبير. حسنا نحاول إمساك قلب. اوكي نحاول نستخدم اعطاء اوامر المعركة النفس الحارق الصغير. ها هو رعد يحكم اصدقائي. 40 نقطة تتأثر منها هديل. حسنا تمت هزيمة هديل بضربة واحدة. اتمنى ان تأتي معنا. حسنا فنارة. يس اجل. نعم اصدقائنا إنها تريد الانضمام إلى فريقك. هل تريد أن يس؟ نعم. اختار نعم. هي نبقى اسمها كما هو أصدقائي. اختار أوكي. لقد أمسكنا بهذه الأصدقاء بنجاح. فلنرى هل هي معنا الآن. فد جمنات. أوكي ديجيتال. أوكي هي موجودة. أجا
المجال حصلنا على اي هزة. حسنا نجحنا بالمساكها ديجي لاين اختار عاد وخديث. حسنا انا استطيع خيارة تصبح معنا في المعارك. حسنا اذهب للطابق الثاني، بدي احاول امسك الدوري دمون الاكثر قوة، كان قوي جدا هناك اصدقائي، يعطينا نقاط خبرة لوحده وسبع نقاط. كان موجود في الطابق الثاني مثلا. حصلنا على امبي ديسك. مرة طيب دمون مش طيب. ننزل الى الاسفل. حسنا نبحث عن تايو جيمون اصدقاء في الطابق الثاني. حسنا لا يوجد احد هنا. يوجد صندوق، فتح الصندوق. يوجد لوح في الصندوق. اوكي حسنا متأثر قسم وقود فقط. نبحث ثانية عن تايو جيمون. حسنا للأسف صندوق فارغ هنا. حسنا نذهب للطابق الثالث، يمكن نلاقي تويو ديمون. في الطابق الثاني ما لقيناش ولا واحد. حسنا نشوف الثالث. انت مون التايبر مون ايضا مرة اخرى. حسنا نقتلهم. هذيل المستوى الأول. حسنا نهجم نفس الحار ونهجم أيضا في هذيل اللي هو الإعصار الدوار. حسنا نفس الحار من الطاعن يقضي على تنتمون وتنتمون. هل ماشي اوكي هاجم هاجم هذيل 14 نقطة. اوكي هذيل تهاجم الإعصار الدوار تمام حسنا. كم تأثرت هديد؟ هديد تأثرت بشكل كبير. حسنا اختار هجوم، اختار الدفاع لهديد حتى لا تموت. نرعد يهجم الآن نفس الحار 26. اوه تمت هزيمته اصدقاء بنجاح مع هجوم هديد. هديد اعتقد سيرتفع مستواه للمستوى الثاني الآن. 12 نقطة خبرة وارتفع مستواه فعلا للمستوى الثاني هذيل. حسنا يوجد ديجيمون آخر أريد الحصول عليه هو التويو ديمون. سأقوم بالبحث عنه أيضا في الطابق الثالث. لدينا الكثير من الوقود يمكننا لأخذ الطابق الثالث بأكمل. أنت مون تهيبر مون مرة أخرى. حسنا بناش. حسنا نبحث عن هديل. اوكي حسنا استمر بالبحث عن تايو جيمون. حسنا فلنرى برمون مرة اخرى. حسنا استمر بالبحث. تمون مرة أخرى. هذه تهجم مرة أخرى لهجوم الدوار الخاص بها أتاي برمون. هلا راب يهجم لهجوم نفس الحال 33 نقطة. تنتمون هذه صار الدوار الخاص بها الحارف 10 نقاط. لقد أصبحت أكثر قوة، كانت 8 نقاط. ماشي سنهجم مرة أخرى 6 نقاط فقط إذا أسرع. نهجم مرة أخرى الآن أيضا. نهجم نفس الحار مرة أخرى من بعد 26 نقطة. ينتصر أصدقائنا فلنرى كم نقطة خبرة اكتسبناها. أوه هذه أصبحت المستوى التالي.
الإنسان ما رأى أن تتطور هذه بهذه السرعة. طب كنت أبحث عنك مثلا، فلنحاول الحصول على سلة أو صغير. حسنا فلنحاول القضاء على تويغمون فنرى هل سيأتي معنا أم لا. فلنحاول نفس الحار من تويغمون. تويغمون على تويغمون 25 نقطة. إن هذه أيضا هجمة أخرى 10 نقاط يعني 35 نقطة. أوه ما زال صامت. أوكي نستطيع هزيمة تويغمون. أهجم مرة أخرى أصدقائي. ضربة النفس الحار 25 نقطة. تمت هزيمة تويغمون أصدقائي. هل سيأتي معنا بسبب أنه قلب صغير؟ لا للأسف لم يأتي بسبب أنه قلب صغير فقط. نحاول ثانية في البحث هنا. نذهب إلى اليسار فلنرى هل يوجد طريق أو يوجد طيور جمهور مخفي هنا في هذه المنطقة أو لا. لا 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 مغلق. تنتمون هناك. تنتمون لا ظهر تنتمون المزعج دايبرمون. حسنا سيختار رنا ويبديشن. حسنا نهرب منه بنجاح أصدقائي. مزعج قتالهم كل شوية يعني. وين الخريطة؟ هي الخريطة. لحظة شوف الطابع الرابع إذا لقينا تويغمون آخر. حسنا ظهر لنا التايبرمون وتنتمون مرة أخرى. حسنا سأقوم بالفرار منهم مرة أخرى أصدقائنا. حسنا سأحاول الذهاب للطابق الرابع. نرى ماذا يوجد بهذا الصندوق هنا. حسنا اتش بي ديسك. اوكي نذهب للطابق الرابع هو الطابق قبل الأخير أعتقد. اوكي نذهب للطابق الخامس. خامس اعتقد اخر طابق. اجل انه اخر طابق. حسنا نرى هل يوجد صندوق هنا. يوجد صندوق. اجل اوكي نختار اوتو بايلوت. بدي امسك التويغمون لما انجح بامساكه للاسف. حسنا نحاول ثانيتان. سأعود وأقوم بشراء المزيد من السيتي بلاير. حسنا قبل ذلك سأقوم بحفظ اللعبة. تأكيد حفظ الملف لا تفك الذاكرة. حسنا اوكي تم حفظ اللعبة بنجاح أصدقائنا. نخرج الآن. نقوم بالشراء ثانيتان. نشتري السي دي بلاير. اوكي نقوم بشراء السي دي بلاير اصدقائي. باي 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 باي. اوكي سي دي بلاير. تم بنجاح شراء 2 سي دي بلاير. حسنا نذهب لترانسفير. نختار ايتم. نختار السيرفر. نختار السيرفر. لا يوجد وسائل. نشيل بعض الاشياء هنا. نختار السيتي بلاير.
مثلا لدينا 4 سنجل بلاير، اعتقد هذا يكفي لتويا جيمون يعني. اوكي حسنا نحاول نمسك تويا جيمون الان نذهب نخرج نذهب الى كارول ثانية مرة اخرى من اجل الذهاب الى منطقة البيلي دومين. حسنا كارول تودعنا الان من اجل الذهاب الى المنطقة التالية. حسنا سأذهب الى البيلي دومين أجل إمساك من تويا جيمون. حسنا يوجد هنا بايمون، هي هذه المعي واحدة بديش أقتلها ولا أمسك. حسنا أبحث عن مكان النهاية في هذه المنطقة. أنا صندوق الفاضي معيش أصلا واسع، بس الطريق هنا مغلق. نذهب إلى اليسار. حسنا الطريق هنا، أجل الطريق من هنا. حسنا قم بالقضاء على هذه الهدية هنا الضعيفة. مثلا أوجامون أصبح مستوى التاسع وهذه المستوى الثالث. مثلا نقوم بهزيمة هذه الهدية. نجوم النحس الحار 42 نقطة. نكتسب أعتقد 3 نقاط خبرة فقط و30 من الأموال. مثلا هذه بيرتفع مستواها إلى المستوى الرابع. مثلا نذهب للطابق الثاني الآن نمسك تويو جيمون. مثلا في الأرض من هو التجمون تلتمون ليش يقتلهم الآن ليش يقتل تويو جيمون نحاول صورة تويو جيمون. ليش الطريق مغلق للصعب هذا على أمل لا إلا مكان تويو جيمون بس بركان يكون توي مش تويو جيمون. بدي صار ما بحس عن تويو جيمون. كوني شم سكر ليش شم سكر وانا مسكر. الفضل لازم نطلع تانية ونرجع تاني. حسنا الثالث اطلع مرة اخرى نزل الذهاب للطابق الثاني والبحث عن تويو جيمون. حسنا أبحث مرة أخرى أصدقاء عن تويو جيمون. حسنا بما أن عدنا للعالم الرقمي كارول تقوم بالترحيب بنا. حسنا نعود ثانية لكارول من أجل المغادرة لمدينة بيدي دومين مرة أخرى من أجل الوصول للطابق الثاني والإمساك بتويو جيمون. حسنا سأحاول الحصول على تويو جيمون مرة أخرى. اختار بيدي دومين. الطابق الأول. حسنا هذا المزعج مرة أخرى. تنتمون أو لا مش تنتمون تابرمون. تابرمون لوحده. حسنا نختار رانوي. اختار الفرار أو الهروب وقد هربنا بنجاح لأن ظهرة العلامة خضراء وليست حمراء. حسنا تم الهروب بنجاح ولا هذه المرة أخرى. حسنا أنت معنا ناشئ. حسنا اختار هروب مرة أخرى أصدقائي. تم الهروب بنجاح. نحاول امساك تويو جيمون القوي أصدقائي الذي يعطينا 7 نقاط خبرة. حسنا فنرى من الهجمات الموجودة هنا يوجد أحد. حسنا ماذا باليسار؟ يسار ثم يسار مغلق الطريق. حسنا نذهب للأعلى. أخيرا ها هو تويو جيمون. حسنا اختار السيدي بلاير. ظهر قلب صغير. حسنا اختار سيدي آخر. يظهر القلب الكبير. حسنا أحاول القضاء على تويو جيمون من أجل الحصول عليه. حسنا نهجم جميعا النفس الحار والإعصار الدوار الخاص بهديل. حسنا فلنرى تويو جيمون هل سيثبت امام هجمات خارقة. النفس الحارق 27 نقطة ما زال صامدا. هذه ايضا كم قوة هجومها. خلنا نرى اصبحت
11 يعني 27/11/38 لم يسمع. حسنا تمت هزيمته أصدقاء بنجاح. أوه إنه ينضم الآن، هذه المرة يريد الانضمام. حسنا اختار أجل، نبقي اسمه كما هو تويغمون، اختار أوكي. نختار فعربيتنا أصدقائي. حسنا اختار الآن ديجيلاين، هنا اختار مع بعدها الهديد بعدها التويغمون، اختار أوكي. حسنا نخرج الآن، نقبل الصندوق هنا حسنا نذهب للطابق التالي. حسنا سنقوم بتطويرهم قليلا عند جمعيات طريقنا. نهجم على تمون، نهجم على تابريمون، نهجم إلى مرة أخرى على تابريمون. لدينا ثلاث جمونات. نفس القارب قبل القضاء هاتف المون ضربة واحدة و 34 نقطة. يسار النفس القارب يسار الضوء 11 نقطة. هو الحمل ماشي ولا تويف المون 11 نقطة. سنة تويف المون يهجم التويف ذهب اللعبة اللعبة ملتهبة 15 نقطة، هجمة قوية صفار. حسنا لم يتأثر كثيرا، نهجم مرة أخرى أيضا. نفس الحارق ويقوم بالقضاء على أي لاعب صغير جدا نقضي على تابريمون. حسنا انتصر ويكتسب بعض نقاط الخبرة الآن أصدقائي 12 نقطة كل واحد، 180 من الأموال، وأصبحت يا جماعة المستوى الثاني. سنستمر التقدم أصدقائي وبالصعود. هذا مغلق طريق حسنا. ننزل للأسفل. ننزل للأسفل مرة أخرى. أعتقد سأضطر إلى مواجهة تنتمون وتابريمون مرة أخرى. القضاء عليهم أصدقائنا مرة أخرى. نجد رفع مستوى حسنا ونزلت رفع مستوى تويوغمون. حسنا قاعد يهجم النفس الحارق مرة أخرى، يأخذ على تنتمون بضربة واحدة. اليسار الدوار الروحاني من هذه 11 نقطة. تويوغمون يهجم هذه المرة أسرع، لعبة ملتهبة 17 نقطة، لقد أصبحت تقوى من السابق أيضا. تابريمون مازال صامرا حسنا. حلم ماشي 6 نقاط. حسنا نهجم مرة أخرى أصدقائي على تابريمون. حسنا سنقوم بالقضاء عليه هذه المرة بنجاح. نفس الحارق مرة أخرى 20 نقطة، وهكذا نكون قضينا عليه بنجاح. فنرى ارتفع مستوى خامس مستوى التالي. حسنا مستوياته يرتفع بسرعة هائلة جدا. نذهب إلى الطابق الرابع. نذهب إلى الطابق الخامس أيضا، آخر طابق في هذه المرحلة. حسنا نذهب لليسار فنرى ماذا يوجد داخل الصندوق. حسنا نحاول مواجهة العدو في هذه المرحلة. أعتقد هنا الوحش الأخير، حسنا زعيم المنطقة البيدي دنيا. أوه إنها الدجاجة الملتهبة. حسنا فلنرى أن سنصمد أمامها أم ستقوم بهزيمتنا أصدقائي. حسنا أنا فقط هو كوكا ترومون في نهجه.
هجوم النفس الحار، هجوم إعصار الدوار، هجوم ضربة اللعبة، اللعبة الملتهبة عموما. مثلا النفس الحارف من أجمون 18 نقطة فقط، بدل الدجاج أكثر قوة من المتوقع. مثلا هجوم الإعصار الدوار 8 نقاط فقط. أوه 15 نقطة ضربة قوية على راعي. مثلا اللعبة الملتهبة أجمون 10 نقاط حسن جيد. نهجم مرة أخرى أصدقائي، جميع الهجمات من الهجمونات. حسنا فالنارمان سيهجم أولا. هذه تهجم العصار الدوار الروحاني خارق 8 نقاط فقط. رعد أيضا يهجم نفس الحارق 18 نقطة. اللعبة الملتهبة 10 نقاط. حتى أن الدجاجة ما زالت صامدة. تهجم مرة أخرى هجمة قوية على رعد أيضا مرة أخرى 15 نقطة. أوكي حسنا أهجم مرة أخرى من رعد غديل أيضا ومن تويو جمون. تويو جمون يهجم اللعبة الملتهبة 10 نقاط مرة أخرى. هذه تهجم الصارخ الروحاني الحارق 8 نقاط فقط. وأجمون النفس الحارق 18 نقطة. مازال صامدا الدجاج الحارق. هجوم المطر 20 نقطة تتأثر هذه بضربة واحدة. أوكي نهجم مرة أخرى. أعتقد هذه المرة سنستطيع هزيمته أصدقائي. حسنا فلنحاول ثانية. ها هو رعد يهجم النفس الحارق 18 نقطة. اوه تمت هزيمته، نجحنا بهزيمة الدجاجة الحارقة اصدقائي. فلنرى كم نقاط الخبرة، 31 نقطة خبرة. رغم ذلك رعد لم يتطور، 180 من النقود. حسنا نستمر بالتقدم اصدقائي لانهاء هذه المهمة اصدقائنا. نختار الخروج. حسنا ها هو المخرج. نصل في مرحلة الفيديو دومين. حسنا نتحدث الى كارول، نرحب بعودتنا مرة اخرى كارول. نجحنا بامساك ديجيمونين اصدقائنا. نخرج نعود الى العالم الديجيمون مرة اخرى. حسنا اصدقائي لو انها تنتهي حلقة اليوم من لعبة ديجيمون وورد 2 أو عالم أبطال الديجيتال الجزء الثاني، نراكم في الحلقة القادمة للقاء.